السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي. الميساج تاعنا هذا بركة للناس اللي راهي خدامة في البلاد وأمورها واضحة، يعني خدامة عند الحكومة، الراتب تاعو لا بأس به، الخبرة تلقاه خدام 8-7 سنين في المجال هذاك، يعني حالته ميسورة الحمد لله. خصوصا النساء، خصوصا البنات اخوتي، يعني ما يحاولوش انهم يحوسوا يجيوا للسعوديه. درك انت بار اكزومبل اختي، انت فرمليه، انت ممرضه في البلاد، يعني خدامه في مستشفى حكومي وعندك راتبك وعندك التقاعد تاعك من بعد وعندك لاسيرونس وعندك كلش، يعني وخدامة يعني قدام داركم وبين أهلك وبين ناسك، يعني وش الحافز، وش الهدف تاعك كي تسافري وحدك وتتغربي وحدك وتتبهدلي وحدك؟ عجل قداه عجل راتب تاع 3500 4000 ريال، شفتي 4000 ريال شفتها 20 مليون قلتي سيبوني راح نصوفيها يا الأخت. 4000 ريال هي شغل في البلاد 4 ملايين، 4000 ريال ومعها الغربة، معها الحياة الجماعية، على خاطر تكري وحدك كي راح تتبهدلي أسعار تاع الكرا راهي ماهيش سهلة. يعني وش راح نقول لك، يعني رجال، احنا رجال لو كان لقينا يعني نص الفرص اللي لقيتوها انتوما ما شاء الله تبارك الله في البلاد، رانا ماناش في الغربة، أقسم بالله ما أنا في الغربة، كون لقينا على الأقل 3 ملايين 3 ملايين ونص برك في البلاد، والله ما نتزحسحوا وما نتحركوا من تما، غير لكان رحنا البلاصة رايحين لها سياحة ولا رايحين نحوسوا ولا رايحين كش ما نقضيوا منها وصاي. يعني خلي فرصة، كاين يتخرج كاين يتخرج وما لقاش، كاين اللي تفصل من شغله، كاين ناس تخدم عند لي بريفي ماهيش قادرة تخلص فيها مليح، ولا الرواتب تتأخر، ولا حالتهم يعني تشوف الراتب تاعها ما داير لها والو. يتواصلوا معنا ناس اخوتي يعني ما خصها والو، بين اهلها بين ناسها تدي في 4 ملايين ونص، يعني الحمد لله في البلاد، راكي في البلاد 4 ملايين ونص، سبحان الله، راهو راتب تاع جدارمي 4 ملايين ونص، يا جدارمي تلقاه مزوز ولا عسكري وعنده ولاد وقد يصرف عليهم بالراتب هذا وكلش. بالنسبه للخاوه تاني اللي خدام خاوتي في اللي طاه خدام في القطاع الحكومي، الراتب تاعو فوق 4 ملايين ولا من 4 ملايين وروح، يحمد ربي ويحكم به ويحكم فيه بيديه وسنيه، على خاطر خمم على العقايب غدوه. احنا خاوتي رانا في غربه، نهار اللي نروحوا لا نلقاو لا روترات لا نلقاو حتى شيء، راح نجيبوا معانا شقاع عمرنا ندخلوه معانا للبلاد، وبالعكس تجينا صعيبه كي نرجعوا للبلاد من بعد، كي نرجعوا ديفينيتيف تجيني اسهل على اني نخرج من البلاد ونروح ندير مستقبلي في الخارج، تجيني اسهل من نجي راجع من الخارج داخل البلاد، على خاطر عندي غير شقاع عمري هذاك، ونديري كي ندخل في اي مشروع ولا ندير اي موضوع، يا غاني يا بيردي، يا ربحت يا خسرت، وبعيد شر لكن خسرت سيبو هذاك ما عندي. حتى في اللاج ما بقيت شجان، في الربعينات في الخمسينات رجعت في نهاية الكاريير تاعي، وش راح ندير في البلاد؟ هذاك عمر نخدم به عند الناس، هذاك عمر توظفني به الدولة، ما وظفتنيش في العشرينات، توظفني في الربعينات والخمسينات. كاين ناس تخرجت في 2000 آل، درك مازلت ما تلاقاتش مع خدمة ولو بالصدفة. يعني الانسان يحمد ربي يا خوتي، انسان يحمد ربي، وكي تسمع كلمه السعوديه ولا تسمع كذا، راي ماهيش، راهو كاين ناس يا خوتي كي يعود يهضر معاك راهو يحس كونديري خرجت انت من البلاد هاز بالا وجاي لهنا طايح في بير دراهم، كي شغل لك تغرف بالبالا هذيك، تغرف وتعبي في الخيش وتبعد للبلاد. اي مش كيما هكا خوتي، ماشي كيما هكا. هضرنا قداه مره قلنا يا ناس اللي راهو أموره مضبوطة في البلاد ومريقل غير ما كلاه، راك تجي 9 تودر 9،
هذا ما كان اخوتي ميساج بركة للناس حتى باش يخفوا شوية على اعصابهم ويخفوا علينا احنا تاني. راهو يحكمك ساعة وهو يسقسي فيك ويسقسي فيك يسقسي فيك، من بعدك يقول لك والله راني موظف وانا يعني ندي في خمسة واش مش مكفيتني وستة. خويا حسن دخلك في البلاد، عندك نهار نهارين ربو حسن دخلك خويا، اتعلم ادخل اليوتيوب خويا، كاين حرف، كاين صنايع يجيبوا بهم الدراهم، حل باج في الفيسبوك واخدم على روحك اونلاين وبيع البرودوي هذاك اللي تخدمه ولا اللي تديره. وراجل حتى هذا راجل نورمال تعلم القاطو تعلم لاباتيسري، الرجال يدير في الكسرة احسن محل يبيع الكسرة نورمال وكسرة محشية في عنابة، راجل احسن محل حكم وراجل وصنايعي راجل بعد وخدام عون الاخر في التخليص الجمركي. انا مش يقول لك شومير وعنده حانوت كسرة، باه يحسن فيه يحسن به دخله. حاول تطور من روحك تما قبل ما تخمم على الخطوة هذه أنك تسافر. وبوكو بليس نهضر على البنات، راكي مش قاعد تجي تلقاي أهلك وناسك لهنا، راكي اللي تقولي له السلام وعليكم يبدأ يبلق فيك ويبحلق من فوق لتحت ويوزن فيك، واللعابة تسيلكي يسمع بيك جيتي وحدك. هما لا خموا بنات بلادي، ما تكونوش للدرجة دي السادجة، وما تكونوش للدرجة دي فمكم محلولة، راكم حراير وبنات حراير وبنات احرار. ربي يسر الامور ان شاء الله. السلام عليكم.